اليوم انت قادر عليه. هذه الجملة قد تمكنه في المرحلة المقبلة، بمعنى بالحقيقة كان التيار الصدري بوصفه راعي الأغلبية، وهو بموجب قانون الانتخابات لديه الحق في تشكيل الحكومة على اعتبار حكومة أغلبية وطنية. فكان واضح جدا أن التيار الصدري يدعم السيد الكاظمي، ليس السيد الكاظمي فقط، وإنما برنامج السيد الكاظمي الذي أدى إلى الانفتاح الإقليمي وإلى تبنيه لخيار معادلة منظمة غاز الشرق المتوسط. الآن هل سيستطيع السيد الكاظمي أن يكمل المشروع أو المشوار؟ لأنه ما أكو شخصيتين طرحت، الأستاذ عبد الوهاب الساعدي والكاظمي. عبد الوهاب الساعدي لا زال مقيدا بالدستور لأنه ضابط في الخدمة ولا يجوز له ممارسة نشاط سياسي، فيستبعد هذا الاحتمال، إذن يبقى الكاظمي. توجه التيار للكاظمي كان يرفع من نسب رصيده بشكل كبير جدا، دخل ولكن التردد على الذي عليه الحال بالنسبة للسيد الكاظمي دخل الإطار، نعم، وممكن أنه الإطار يشكل ضاغط على عدم قبول الكاظمي، ولكن هل يا ترى الإطار هو يشكل على الكاظمي، على شخص الكاظمي، أم على برنامجه؟ هو يشكل على البرنامج، وأنا على يقين سؤال لو نستبدل عشرة كخيارات بديلة عن الكاظمي سيتبنى ذات المشروع. أقدر أستخدم سؤال أو أصيغ سؤال على فهم المتواضع أنه التيار الصدري قد يتبنى العبادي ورقة قد يحرقها مسبقا حتى يصل إلى الكاظمي كخيار أخير؟ ممكن؟ بالحقيقة قد تحصل، يعني قد يحصل استبدال للنموذج السياسي الذي يتم تبنيه. ما يعنينا هو ليس من سيتسنم منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بقدر البرنامج الذي سيتبناه. احنا رايحين باتجاه معادلة فيها استحقاق للعراق، على سبيل المثال في مسألة الإعمار والاستثمار، وحتى يصار إلى استثمار الوفرة المالية لابد أن نرتكز في تأمين جبهتنا الداخلية والخارجية على منظومة التحالفات، لأنه عندنا خيارين لا ثالث لهما. أما الارتقاء في القدرات القتالية لنحقق التكافؤ أو التفوق بيننا وبين دول الجوار عسكريا، وهذا يتطلب استنزاف الموازنة من أجل قدرات تسليحية وبناء جيش، أو أن نذهب باتجاه ما يكسر في القدرات الوطنية، أن يجبر في العلاقات الدولية وأن نعتمد على تحالفنا مع الولايات المتحدة وعلى التوازن الإقليمي، لأن أنا من أصير حليف في منظمة الناتو العربي على سبيل المثال مع مصر، تلقائيا ما موجود من قدرات في مصر ستكون في صالحي، وعندما أقترب من الجيش الأردني تلقائيا ما موجود من قدرات في الجيش الأردني سيتم التلافظ فيما بيننا لتحقيق سد الثغرات، لتحقيق ما يطلق عليه بمنظومة الأمن الإقليمي اللي يحضر فيها الدور المصري والعراقي والأردني كنوات لقوة إقليمية ضامنة لأمن الإقليم وحامية لمشروع الشرق المتوسط اللي راح يحضر فيه أمن الطاقة، البترول، الغاز، وأيضا الحزام والطريق، وعني بطريق الحرير. فبالحقيقة رايح العراق باتجاه أن يعتمد على منظومة التحالفات دون إغراق نفسه في قضية التسليح وما لا ذلك، حتى يعتمد في الوفرة المالية على إيجاد بنى تنموية وتنمية مستدامة يتصالح فيها النظام السياسي مع الرأي العام.